سلام يا زامي، كي دايرين؟ نتمنى انكم تكونوا مزيان ولقاكم هذا الفيديو بالف خير. اليوم بغيت نبارطاجي معكم التجربه ديالي الخاصه مع شركه طيران غايانير. بما انني ديما كنقول لكم في الفيديوهات ديالي باش تاخذوا الفيزا خاصكم تدفعوا مع الدوسي ديالكم الوراق ديال الطياره، يعني تذكره السفر، قلت نبارطاجي معكم شركه الطيران اللي انا كنسافر بها وايضا كندفع بها الوراق ديال الفيزا، وصراحه الاثمنه ديالها زوينين بزاف وفي متناول الجميع. اذا دابا غادي نبارطاجي معكم في هذا الفيديو داكشي اللي كنتعلم انا واللي كنعرف في شركه طيران غايانير. عاوتاني كيف ما قلت لكم في الاول، هذه تجربتي الخاصه، انا ماشي شي وحده خدامه معاهم، ماشي شي وحده خدامه في شي وكاله سفر، غير كنبارطاجي معكم داكشي اللي كنعرف حيت سنين وسنين وحنا كنسافروا مع غايانير. اول حاجه اللي كيخليها انها رخيصه، انا البيي دافيون كتقدر تلقاها رخيص، كتبع المرات راه كاينين شي ناس تلقاو ب 5 اورو 10 اورو، يعني 50 درهم 100 درهم لاوروبا بسهوله، وكتخلي الواحد انه يسافر من المغرب لاوروبا، زعما السفر ديالو كيتقام عليه رخص من انه يسافر لداخل في المغرب مع لوطوغوط ومع المازوت. مع المرات تقام عليك السفر في مراكش غلا من هاد السفر لاوروبا اللي بي دافيون ديالو فيه غير 5 اورو ولا 10 اورو. ولكن اللي كيخليها انها رخيصه هي انك ملي كتقطع البي دافيون راه كتقطع غير الشخص، غير ديك نتايا مع حقيبه في ظهرك او لا ساكامه بالنسبه للعيالات اللي كيبغيو الساك هكا ما كيبغيوش الشكاره. هادشي اللي كتقطع فيه، هادشي اللي كاين في التذكره، ماشي بحال الشركات الاخرين اللي التذكره ديالك فيها الساك ديالك ساكامه ولا الشكاره وفيها الباليزه ديالك ديال 10 كيلو ولا ديال 20 كيلو، هادو لا. اذا ملي كتقطعوا داك التيكي خاصكم تاكدوا واش زدتو بلا ما عقتو بلا ما شفتو واش زدتو شي باليزه ولا لا. الا ما كنتوش زدتو في ديك اللحظه خاصكم تزيدو، خاصكم تخلصوا على داك الشيء اللي غادي تزيدو، مثلا ديك الشكر ديك الباليزه اللي كتجروا وكتطلعوها معكم لداخل تسمى الكابين باغ، هذيك كتخلصوا عليها ابتداء من 12 اورو، يعني غادي تجي واحد يمكن 15 150 درهم زعما. والا بغيتي تزيد عاوتاني الباليزه الكبيره اللي غادي دي معاك اللي فيها 20 كيلو اللي كتخشيها في السود، هذاك الباجاج السود كيتسمى، هو اللي كيمشي ملي كدير تشيكين، هو اللي كيمشي في ديك السمطه وكيدوه دوك الناس اللي خدامين في الطياره وكيطلعوه في الطياره لتحت، هذيك هي لا سود، هذاك ثمن اخر. وكتخلص ايضا السياج، الا بغيتي تخلص لو سياج، الا بغيتي تختار لو سياج فين خصك تجلس، بحال دابا كنتي كتخنق كتفضل انك تكون جالس القدام خاصك تخلص على داك لو سياج، كل ما كتزيد المقعد القدامي كل ما كيكون غالي، انت غادي كترجع اللور في الطياره والمقعد كيولي رخيص. و الا بغيتي ايضا تخلص الوجبه ديالك، الا كنتي بحال دابا غادي تمشي لواحد البلاصه بعيده وغادي تجيك مع 12 ولا مع ورقيته ديال الماكله، كاينه الامكانيه انك تخلص الماكله ديالك قبل ما تسافر، زعما قبل ما تطلع في الطياره كتقدر تشوف المنيو وتطلب كاع بعض المرات المنيو اللي بغيتي انت. بحال دابا الا كنتي نباتي ما كتبغيش تاكل اللحم تقدر تقولها ليهم، هادشي كلشي بيان سور باغ انترنيت. الا كانت عندك مثلا ايضا حساسيه كتقدر تقولها ليهم باش يحيد لكم داكشي اللي كيدير لكم الاليرجي. المهم هادشي كله كديروه في انترنيت كتقولوه و كيتزاد لكم في لو بري ديال التيكا ديالكم. الا ما بغيتوش ديروا هادشي كامل ما كديروهش، نتوما حرين. هادشي اللي كيخليها انها رخيصه، كاينين بزاف ديال الناس منهم حنا اللي كيقطعوا التيكي ديالهم فيه غير الشكاره اللي كتحط في الدار، حنا كناخذوا الشكاره ما كنخلصوا عليها حتى شي حاجه، وما كنخلصوش الماكله، كنكونوا يا اما واكلين يا اما كنجيبوا ماكلتنا معنا ولا كنشريوها في لايغوبور، وما كنخلصوش الباليزه ديال 10 كيلو كابين باغ، وما كنخلصوش الباليزه ديال السود الا الا كان عندنا فواياج كبير هذيك كنديروها. بحال ملي مشينا مثلا لطاليان، راه الا كنتو شفتوا الفلوغ ديالي راه غادي تعرفوا عليا اش كنهضر، ديك الوقيته دينا معنا جوج باليزات اللي خلصنا عليهم في غايانير. دابا غادي نرجع عاوتاني لديك الشكاره سمول باغ هكا كيسموها في غايانير، ونهضر لكم على كيفاش كتقدروا ديروا الفرق ما بين سمول باغ وكابين باغ. الفرق اللي كاين هو الفرق ديال القياس من غير الوزن، الوزن كيكون الفرق ضروري ديال الوزن، ولكن ما بقاوش كيديو عليه بزاف حيت لاحظت انهم كانوا في الاول كيقولوا لك حطها تعبرها ومن بعد خذها عاوتاني هذيك الباليزه ديال 10 كيلو، دابا ما بقاوش كيقولوها نهائيا، كيشوفوها غير واش داخله المعيار ديالها داخل في داكشي اللي عندهم هما في المعيار ديال الكابين باغ. وحتى بالنسبه للشكاره اللي كتكون عندك، حنا ديما كنمشيو بالشكاره، ولكن داك تقدر تهز حتى الساك بحال هكا ماشي ضروري الشكاره، كيشوفوا حتى هو واش كيدخل المعيار ديال الساك اللي كيتحط لتحت. هذا هو الفرق الثاني ما بين كابين باغ وسمول باغ. سمول باغ ما كديروش الفوق في ديك البلاصه اللي كتحط فيها الحوايج ديالك في الطياره، كديرها لتحت تحت من المقعد
ديال هذاك اللي قدامك. بالنسبه للناس اللي كيكونوا جالسين القدام كاع ما كيكونش عندهم واحد قدامهم، هذوك عندهم واحد بلاصه خاصه الفوق كيحطوا فيها حوايجهم. ولكن بالنسبه للناس الاخرين كتحط الساك ديالك سمول باك ديالك تحت من المقعد ديال هذاك اللي قدامك، وخصو ضروري يدخل كامل، ما خصوش يدرونجيك، ما خصوش يزير على رجليك، لانهم كيشوفوا حتى ناحيه الصحه ديال المسافرين، ما خصهمش يوقع لهم شي حاجه، لان مع الطياره مع كتبقى جالس واحد ساعه ولا ساعتين ومع كل واحد وكيفاش داير الجسم ديالو ومع البريسيون، الواحد كيقدر يتخنق ولا يتزير، واخا من الرجلين منهم انا كتقدر دير ديك خيز ولا شي حاجه الا شافوا بان داك الساك ما غاديش ما كنتيش اليز وزير ليك على رجليك على الدوره الدمويه. هنا كيبقى يقولوا لك خصك ضروري تخشيه مزيان اولا ما غاديش يدوس عليها. ملي كتكونوا في المطار كديروا التشيكين اولا لونغيستغمون، كيكون واحد الصندوق ديال الحديد فيه اللوغو ديال غايانير، كيكون صندوق كبير ديال كابين باك وصندوق صغير ديال هاد سمول باك، وكيقول لك على بعض المرات الصراحه حنا عمرها ما داروها لينا، انا شخصيا لا انا ولا راجلي عمرو ما قالوا لي حطي سمول باك ديالك هنايا باش شوفوا واش داخل في المعايير. ولكن شفت زانيه الناس كيقولوها لهم، ولكن كيكون على حسب القياس، كيكون عندهم القياس في عينيهم كيشوفوا بان الصاك باين لهم شي شويه كبير، كيقول لهم عافاك حطوه في داك الصندوق، خاص داك الصاك يدخل مزيان في داك الصندوق. و الا كانوا غير روايد خارجين كيقول لك لا راه ما داخلش في المعيار ديال السمول باك ولا الكابين باك، مع العلم ان السمول باك ما خصش يكون فيه روايد الا الا كان ساك سوا بحال دابا السيكان ديال الدراري الصغار كيبداو يديروا لهم داك لي بيتي ساك اللي كيتجروا، هادو كيتحسبوا سمول باك حيت ديال الدراري الصغار اصلا. ولكن سمول باك بالنسبه لنا الناس حنا الكبار خاص يكون يا اما ساكادو يا اما ساك بحال هكا. هذا هو الفرق الثاني. اذا قلنا القياس وقلنا كل واحد فين كيتحط، ما عندكش الحق تحط سمول باك ديالك في بلاصه ديال الكابين باك واخا ما عندكش انت الكابين باك، لان البريوريتي عند الناس الاخرين اللي عندهم الكابين باك هما اللي كيحطوا الفوق انت كتحطها لتحت. بما انني هضرت على البريوريتي غادي نجي للفرق الثالث اللي كاين عاوتاني ما بين هاد الجوج. الناس اللي كيكون عندهم الكابين باك يعني الباليزه ديال 10 كيلو كتكون عندهم بريوريتي باش يطلعوا للطياره هما الاولين، وكتجي فواحد الوقيته ملي كتسالي التسجيل وكدوز الديوانه وكيتبعوا لك في الباسبور، من بعد كتوصل للجيت ديالك للباب اللي غادي تخرج منه باش تمشي للطياره. هناك الناس ديال الغيانير كيجيو كيفرقوا الناس على جوج، كيقول لك البريوريتي من هنا نون بريوريتي من هنا. دابا باش تعرف الفرق ما بين بريوريتي ونون بريوريتي، كاينه عندك في البيه ديالك يا اما تخرج الورقه تامبريميها يا اما كتكون عندك في لابليكاسيون، كانت عندك لابليكاسيون ديال رايانير كنشجعكم انكم تيليشارجيوها زوينه كتكون عندكم فيها جميع المعلومات عليكم، وكتسانكرونيزا مع جوجل وكتطلع لكم تاريخ ديال الطياره ديالكم زعما ديال السفر، وهذه بين قوسين. ملي كتشوفوا التيكي ديالكم كتلقاوها الفوق بالنسبه للناس اللي عندهم لا فيرسيون اون بابي، وكتلقاو بريوريتي ولا نون بريوريتي. الناس اللي كيكون عندهم الكابين باك هما اللي كيعطيوهم بريوريتي باش يطلعوا هما الاولين، غيطلعوا هما الاولين باش يحطوا الباليزه ديالهم الفوق هما الاولين باش ما يجيش شي واحد ياخذ لهم البلاصه. هادشي على حسب ما فهمت انا، ولكن ما عمر شي واحد قال لي بالضبط شنو هو السبب اللي كيخليهم انهم يدوزوا هما الاولين. كاين اللي كيقول بانهم حيت متقلين حيت كيجروا باليزه وثقيله، ممكن حتى هي. وبالنسبه للناس الاخرين اللي عندهم غير سمول باك كيكونوا خفاف، ولكن كاين اللي كيقول ايضا هي خطه باش ما يخلطوش الناس بجوج باش يقدروا يكونتروليو الناس اللي عندهم الكابين باك عاوتاني كثر، ويشوفوا القياس ديال داك الباليزه واش مازال داخله في داكشي اللي كيقولوا هما القياس ديال الكابين باك. حيت واخا درتي التسجيل وشافوك الناس اللي داروا لك التسجيل وشافوا لك الباليزه ديالك، يا اما كتكون هي نيت يا اما كتجي واحده اخرى اللي كدير لك لومباركومون باش تطلع الطياره، وهناك حتى هي كتكونترولي. دابا غادي نرجع للتسجيل. شنو هو التسجيل؟ التسجيل هو كيكونفيرميو لك راه غادي تطلع للطياره، واخا زعما شريتي البيي ماشي معني ترى جيتي وصافي راك كاين وغادي تطلع في الطياره، حيت بعض المرات يقدروا يكونوا عندك شي مشاكل اللي ما يخليكش تجي المطار كاع. هذاك التشيكين هو اللي غادي يحدد راه بصح نتايا راه هو لانك تمشي في داك الفول. كتقدر ديرو اونلاين صراحه سميو لك يتم بهذه القضيه هذه. الا بغيتو معلومات اكثر قولوها لي في الكومونتير ولا قولوها لي حتى في الانستغرام نسولو، وهكا هو يعطينا التفاصيل اكثر. غير هي المعلومه اللي بغيت نقول لكم على حسب ايضا لاحظت انا في ملي كنسافروا ملي كديروا تشيكين اونلاين كتخرج لكم تذكره السفر، وهاد تذكره السفر كتكون هي النهائيه. غير هي كتكون على جوج الاشكال على حسب فين كنتي وفين غادي تسافر. بحال دابا الا كنتي انت في المغرب وبغيتي تسافر لاوروبا
كتخرج لكم ديك التذكره السفر ما فيهاش الكود كيو ار، خاصكم تامبريميوها عاد كتمشيو عند الفلايت اتندنت اللي كيتسناكم في التسجيل، وهنا كيدير واحد الكود ولا كيقطعها باش كيبين للناس الاخرين اللي غادي يفيريفيو موراه انه دار لكم التسجيل. اما الا كنت انت مثلا في اوروبا وبغيتي تمشي لدوله اخرى في اوروبا ولا غادي ترجع للمغرب، كتخرج لكم تذكره السفر بالكود كيو ار. علاش؟ حيت هما عندهم داك سكانير اللي كيسكانيو الكيو ار كود وكدوز بسهوله، ما كتمشيش كاع عندك الفلايت اتندنت اللي كيبدا يفيريفي لك الوراق والباسبور وداكشي. واصلا الا كنتي غتسافر من دوله لاوروبا لدوله اخرى في اوروبا راك كتبقى في اوروبا ولا كتبقى في منطقه شنغن، ما غادي كتحتاجش انهم يطبعوا لك باسبور ولا اي حاجه، كتبقى كيتسمى فول لوكال. هذا هو الفرق. الا شفتوا التيكي ديالكم في الكود كيو ار ما فهمتوش علاش اولا ما فيهش كود كيو ار وتخلعتو، هذا هو الفرق اللي كاين ما بين هاد الجوج. اذا فهاد اللحظه هذه في التسجيل فين كيكون داك الصندوق اللي قلت لكم اللي كتحطوا فيه الكابين باك ديالكم اولا سمول باك، وملي كيقول لك حط الباليزه وكانت ما داخلاش هنا كيقول لك خلص هاد الباليزه راه ما داخلاش في الكابين باك، هذه راه خصك تدفعها في السوق، كيقول لك خلص عليها باش تمشي لاسوق. نتايا غادي تقول ليه انا غادي نبدلها لانك في البلاصه ديال التسجيل باقي عندك كيفاش دير باش تشوف الا كان شي محل تجاري تما، حيت كيكون بعض المرات في بعض المطارات محلات تجاريه اللي كيبيعوا سكان ولا كيبيعوا دي سوفينير ولا شي حاجه، الله يشعلك تاخذ من عنده غير ميكا وحط حوايجك تما الا ما بغيتيش تخلص عليها، وديك الباليزه يا اما ترجعها مع الناس العائله الا كانوا جا معك ناس العائله يا اما غادي تطلع في الزبل. ولكن الا ما قدرتيش دير هذه القضيه خصك تعرف بانك خصك تخلص هذيك الوقيته على الباليزه ديالك. خايبه هي بعض المرات ما كيهضروش كيشوفوا الباليزه راه تقدر تكون ما داخلاش وما كيقولوا والو، اولا ما كيبغيوش يفيريفي وما عرفتش بالضبط، كيخليوك تدوز كيديروا لك التسجيل كلشي، كطبع الباسبور ديالك وكدوز في الديوان الكونترول وكتوصل للجيت فين قلت لكم كاين البريوريتي نون بريوريتي. هنا كيفاش قلت لكم ملي كيدوزوا الناس بريوريتي كيبداو يشوفوا ليهم الباليزه ديالهم، وحتى تما كتكون بعض المرات هذيك الصندوق وكيقول لك اجي انت الباليزه ديالك فشكوك فيها حطها في ديك الصندوق. ايوا ملي كتحطها في الصندوق وكيلقاو خارج منها غير طرف بحال مثلا الروايض كيقول لك خلص، ولا ما قدرتيش تخلص ما عندكش كيفاش دير تعتق راسك لانك دخلتي لداخل الطياره راه كتهز في الناس، اصلا تدوزتي الكونترول البوليس يعني كاع داكشي اللي حاد اللي ممكن تحل به مثلا تورنوفيس موس ولا شي حاجه حيتيه من البنيزه ديالك. شحال من واحد كيقولوا ليه يا اما غتخلص يا اما غتخليها هناك وتطلع بلا بها اولا غادي تبقى معاها وتمشي تخرج بحالك. اذا حضروا راسكم لهاد القضيه، غنحط لكم المعايير هنايا ديروا سكرين شوت هكا باش تبقى عندكم. من بعد كتطلعوا الطياره وهنا تقدروا تسولوني واش لي ماسك باقين كيداروا ولا لا. هي حنا شحال هادي ما شفنا الماسك في طياره لداخل فرايانير، ما بقاش اوبليغاتوار لا في اسبانيا لا في فرنسا لا في طاليان، المهم هاد الثلاثه اللي مشينا ليهم العام اللي فات الماسك قالوا لنا بغيتوا ديروه ديروه الا بغيتوش ديرو ما ديروش. ولكن في السيت اوفيسيال ديال غايانير مكتوب بان بعض الدول كيطلبوا مازال الماسك. من بعد في الطياره لداخل المعلومه اللي غادي نبغي نبارطاجيها معكم هي ان في غايانير ملي كيدوزوا بداك الشاريو اللي فيه الماكله ولا فيه البرودويات الا بغيتي تشري شي حاجه تاكس فري كتخلط غير بلاكارت ديالك، ما بقاش كيقبلوا الفلوس يعني ما بقاش كيقبلوا ليسبيس. الا بغيتي تاكل بغيتي تشري قرعه الماء بغيتي تشري شي سوفونير اولا شي هديه لشي واحد ما قدرتيش تشريها ليه في السفر ديالك، الا ما كانش عندك لاكارت ما تقدرش تشريها. حيدوا الفلوس يمكن مع كوفيد من بعد ما عاودوش رجعوه اولا راه عندهم شي سبب واحد اخر. انا وقعت لي هاد القضيه الوالديه ما كانوش عارفين بان لي سبيس ما بقاش وكانوا عوالين حتى يمشيو تماك عاد ياكلوا كومونداو، والمشكله هي ان كانوا مفرقين يعني الوالد ديالي كان القدام وماما كانت اللور وقال لهم جيبوا لي الماكله جاه الجوع وسيروا عند مراتي راه اللور هي اللي غتخلص. اذا حطوا ليه الماكله وبدا كياكل من بعد عاد مشاو لعند ماما وباش يقولوا لها خلصي، في الاخر لقات راسها ما عندهاش كيفاش تخلص، عطاتهم الفلوس قالوا لها راه ما بقاش الفلوس ما بقاش لي سبيس، وبابا بدا كياكل ما عندوش كيفاش يرجع الفلوس غير واحد السيد كان جالس حداه اللي شاف الفيلم وهو اللي خلص عنده لاكارت خلص على بابا. من بعد ماما عطاتو لي سبيس وخلصاتو. فوالا لي زامي كنتمنى ان هاد التجربه اللي بارطاجيت معكم تكون فاتكم ونفعت بزاف ديال الناس. كنتمنى ايضا تكون جاوبت على بزاف الاسئله كنتو كطرحوها ولكن ما عرفتوش لمن تقولوهم وما عرفتوش كيفاش تاخذوا الاجوبه ديالهم. ما تنساوش تكتبوا لي في لي كومونتير الا كان عندكم شي تساؤل اخر نحاول نجاوبكم في اقرب وقت، وما تنساوش ايضا تتبعوني في انستغرام هكا باش تشوفوا الجديد.
الا كان شي سفر راه كنبارطاجي معكم، والا كان شي اخبار جديده على السفر ولا على الهجره راه كنديرها لكم حتى هي في ستوري. دابا لي زامي معايا غنقول لكم شكرا على المتابعه، نهاركم مبروك ونتلاقاو في فيديو جاي ان شاء الله.